لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. قال القرطبي رحمه الله، روى البخاري ومسلم والترمذي عن عبد الله قال، عبد الله هو ابن مسعود، قال بين أنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حرث. حرث يعني في يعني حقل فيه نبات، وهو متكئ على عسيب. عسيب ده اللي هو عسيب النخل، جريدة النخل. قال وهو متكئ على عسيب إذ مر اليهود، فقال بعضهم لبعض سلوه، سلوه عن الروح، فقال ما رابكم إليه، ما رابكم إليه، كأن بعضهم قال لبعض ما الذي ترتابون منه حتى تسألوه عنه. وقال بعضهم لا يستقبلنكم بشيء تكرهونه، لأنهم معاندون لا يسألون سؤال متعلم، فربما نزل فيهم ذم ووعيد فهذا الذي يكرهونه، والله أعلم. فقالوا سلوه، قال بعضهم لبعض سلوه، فسألوه عن الروح، فأمسك النبي صلى الله عليه وسلم فلم يرد عليهم شيئا، فعلمت أنه يوحى إليه، فقمت مقامي، فلما نزل الوحي قال ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. هذا لفظ البخاري. وفي مسلم فأسكت النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه وما أوتوا من العلم إلا قليلا. هذا الحديث مقتضاه أن هذه الآية مدنية، لأن اليهود إنما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالمدينة، والمدينة هي التي فيها الحرث، ويبعد أن يكون ذلك في بعض الأماكن في مكة، فإنها ليست دار حرث إلا خارجها بمسافة. وأن يكون اليهود أتوا في زيارة فلقوه، وأيسر من ذلك أن يقال أن الآية وإن نزلت بالمدينة فقد وضعت في موضعها من السورة بأمر الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا يقع كثيرا، والله أعلى وأعلم. هناك احتمال آخر، أن يكون المشركون سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن الروح بطلب، يعني بأمر من اليهود، كما سألوه عن أهل الكهف، وسألوه عن ذي القرنين، بناء على سؤالهم اليهود أن يخبروهم بأشياء يختبرون بها النبي صلى الله عليه وسلم، أو في الحقيقة يعجزونه، فأنزل الله عليه ذلك، فكانوا يسألون عن الروح تبعا. وأن اليهود لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم المدينة سألوه نفس السؤال الذي كانوا أشاروا به على المشركين وهو بمكة، وليس هناك إجابة أصح ولا أنفع للناس
من تفويض العلم إلى الله، لأن طبيعة الروح لا يدركها الناس. قال: وقد اختلف الناس في الروح المسؤول عنه، أي الروح هو؟ فقيل هو جبريل، قاله قتادة، قال: وكان ابن عباس يكتمه، كأنه يقول لا يصرح به كثيرا، لا يقوله لكل أحد. ولا شك أن جبريل عليه الصلاة والسلام قد سماه الله روحا، فقال عز وجل: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين. فجبريل روح، وكذا قال عز وجل: فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. فهو روح منسوبة إلى الله مشرفة. ولكن هل هذا هو المقصود في هذا الموضع؟ لو كان كذلك لكان الأقرب أن يجاب الروح من الملائكة، فإن ذكر الروح ذكر الملائكة في الكتاب والسنة كثير جدا، وبين صلى الله عليه وسلم أن الملائكة خلقت من النور، وذكر صفاتهم. قال: وقيل هو عيسى، وعيسى صلى الله عليه وسلم أيضا سمي روحا. قال عز وجل: إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. روح منه يعني من عنده. وكذا في الحديث الصحيح قال: فيأتون عيسى، قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الشفاعة، فيأتون عيسى فيقولون: أنت عيسى روح الله وكلمته. أيضا هذه إضافة تشريف. وبالإجماع أن جبريل مخلوق، وأن عيسى مخلوق، وأن أرواح بني آدم مخلوقة، وليس شيء من هذه صفة لله، ليس شيء من هذه صفة لله عز وجل، بل كلها إضافة مخلوق إلى الله تشريفا. وقيل هو القرآن. وأيضا هذا الجواب: قل الروح من أمر ربي، يبعد أن يكون المسؤول عنه هو عيسى، خاصة أن اليهود لا يؤمنون بعيسى صلى الله عليه وسلم، بل يرونه يعني كاذبا، كذبوه وكفروا به. وقيل القرآن، نقول: قد سمى الله عز وجل القرآن روحا، فقال: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وهذا الجواب أيضا، هذا القول، يبعد معه أن يجاب عنه بأنه من أمر ربي، لأن القرآن لو كان هو المقصود فهو كلام الله، فالجواب: الروح المنزل الذي هو القرآن كلام الله. قال: وقال علي بن أبي طالب: هو ملك من الملائكة، له 70,000 وجه، في كل وجه 70,000 لسان، في كل لسان 70,000 لغة، يسبح الله تعالى بكل تلك اللغات. يخلق الله تعالى من كل تسبيحة ملكة، يطير مع الملائكة إلى يوم القيامة. ذكره الطبري، قال ابن عطية: وما أظن هذا القول يصح عن علي رضي الله عنه وهو كذلك. فهذا ونحوه من الإسرائيليات التي فيها أو تشتهر بهذه المبالغات لا إسناد صحيح.
لها، بل ولا إسناد أصلا، أو يعني أن كلام الطبري إسناده ضعيف جدا. قلت كلام القرطبي أسند البيهقي عن ابن عباس بسند فيه انقطاع بين علي بن أبي طلحة وبين ابن عباس في قولي ويسألونك عن الروح يقول الروح ملك. وبإسناده عن يزيد بن سمرة عمن حدثه عن علي، عمن حدثه مجهول، أضعف من الذي قبله. يعني قول بتاع ابن عباس يعني قول محتمل ملك، ويسكت عن ذلك دون تفصيل. فأما الإسناد الآخر فهو عن يزيد بن سمرة عمن حدثه عن علي أنه قال في قوله تعالى وأسألونك عن الروح قال هو ملك من الملائكة له 70,000 وجه، الحديث بلفظه ومعناه مثل الذي مر، فهو لا يصح عن علي. وروى عطاء عن ابن عباس، برضو عطاء الخراساني عن ابن عباس ضعيف جدا. قال الروح ملك له أحد عشر ألف جناح وألف وجه يسبح الله إلى يوم القيامة، ذكره النحاس. وعنه جند من جنود الله لهم أيد وأرجل يأكلون الطعام، ذكره الغزنوي. وقال الخطبي وقال بعضهم هو ملك من الملائكة بصفة وضعوها من عظم الخلقة. قال وذهب أكثر أهل التأويل إلى أنهم سألوه عن الروح الذي يكون به حياة الجسد، وهذا ترجيح ابن كثير رحمه الله، وهو الذي نرجحه، لأن هذه الروح لا يدرى شأنها كيف تكون. ولا شك أننا نعلم عنها أنها مخلوقة بإجماع المسلمين، وأنها تكون مفارقة للبدن ثم تحل فيه ثم تفارقه وتتصل به اتصالات متنوعة، فاتصالها والإنسان نائم يختلف عن اتصالها بالبدن والإنسان مستيقظ، واتصالها قبل الموت قبل الولادة ليس كاتصالها بعد الموت، وبعد الموت تتصل بالبدن اتصالا الله أعلم به، حتى قال النبي عليه الصلاة والسلام فيه ثم تعاد روحه إلى جسده في المؤمن وفي الكافر. فهذه الروح يكون بسببها حياة البدن وليست صفة للبدن، الحياة صفة، أما الروح فشيء كائن يحل في البدن فيحيا هذه الحياة المعروفة. بل الذي لا شك فيه أن البدن تكون فيه حياة قبل نفخ الروح، ثم بعد نفخ الروح تكون حياته أكمل بلا شك، وربما خرجت الروح وبقيت أجزاء من البدن فيها حياة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرجت الروح تبعه البصر، فدل ذلك على أن هناك مدة يسيرة بين خروج الروح وبين إيه؟ ذهاب البصر، فإن البصر يتبعه دل ذلك. وهذا الذي يثبت في الطب حديثا من أن هناك
لحظات تفترق في الأجهزة المختلفة لجسم الإنسان بعد خروج الروح المجهولة بالنسبة للطب، والبعض يحاول أن يدرك الفرق فيقول الوزن يختلف، وزن البدن يختلف مع ورودها وخروجها. لكن كما نعلم أن هناك بعد خروج الروح أجزاء البدن تموت تباعا، ولو أدركت في هذه المرحلة وأخذت ووضعت في بيئة تهيئ لها استمرار الحياة مدة، أمكن أن ينتفع بها بهذه الأجزاء كأشياء حية بعد ذلك. القرنية ممكن تقعد 6 ساعات لو خدوها من الميت وضعوها بقى في التغذية المناسبة والتجميد ونحو ذلك إلى أن فتظل حية، إلى أن يعني يأتي وقت يمكن أن تستخرج تعود مرة أخرى وتزرع في عين إنسان حي فتظل حية. وأشياء كثيرة، الكلى اللي بتبرعوا بأعضائهم بيبقى الأمر يعني مبني على تلك الساعات اللي بعد الوفاة وقبل أن تموت أجزاء البدن. فتبين بذلك أن الروح شيء آخر غير مجرد صفة الحياة. الحياة بتبقى موجودة من الأول كما دل عليه حديث حذيفة بن أسيد وحديث ابن مسعود، فيرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح. ده الإنسان كان قبل ذلك نطفة ثم علقة ثم مضغة، وهي كلها حية، لكن يأتي الروح شيء آخر. فعندما ينفخ في البدن منه يحيا حياة أكمل، والنبات حي ولا روح فيه. لذلك نقول الروح تصعد وتهبط وتتكلم وتتشكل، وذلك دل عليه قول الله عز وجل: إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم وصف حال الكافر أنه تعرج بها الملائكة أعوان ملك الموت في مسوح وأكسية سود كأنتني ريح جيفة وجدت على ظهر الأرض، فيصعدون بها فإذا جاءوا باب السماء الدنيا استفتحوا فلم يفتح لهم. فيأمر الله عز وجل أن تطرح روحه طرحا. وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. فدل ذلك على أن الروح تصعد وتهبط وتنزل وتتصل بالبدن وتفارقه كما ذكرنا. ومن صفات هذه الروح أنها تتشكل في صورة الأبدان، كما رأى آدم عليه الصلاة والسلام نسم بنيه وأعجبه وبيص ما بين عيني رجل منهم، فقال: يا رب من هذا؟ وهو قبل أن يوجد. قال: هذا رجل من ذريتك من آخر الأمم يقال له داود. الحديث. فهذه كانت الأرواح. وكذا في حديث المعراج رأى النبي صلى الله عليه وسلم آدم عليه السلام وعن يمينه أسودة وعن شماله أسودة، وهي الأشخاص ترى عن بعد، فإذا نظر قبل يمينه ضحك وإذا نظر قبل شماله بكى.
وأخبره جبريل أن هؤلاء نسم بنيه، فالذين عن يمينه نسم أهل الجنة، والذين عن شماله نسم أهل النار، ونعوذ بالله من النار. والرسول صلى الله عليه وسلم قد أخبر بهذا بعد أن صعد إلى السماء الدنيا واستفتح ففتح له. وقد ذكرنا الدليل على أن أرواح الكفار لا تفتح لهم أبواب السماء الدنيا، فدل ذلك على أن هذه الأرواح التي مع آدم عليه السلام في السماء الدنيا هي الأرواح التي لم تخلق أجسادها بعد، ليست التي ماتت فصعدت، لأن أرواح الكفار لا تفتح لها أبواب السماء ولا حتى السماء الدنيا. وهذه الأرواح رآها النبي صلى الله عليه وسلم مع آدم في السماء الدنيا بعد أن استفتحوا. وهذه الروح تكون روح طيبة أو روح خبيثة، كما دل على ذلك حديث النواس بن سمعان رضي الله تعالى عنه، غير ما حديث، ليس حديث النواس بن سمعان، قال يقول ملك الموت لنفس المؤمن: اخرجي أيتها الروح الطيبة في الجسد الطيب كنت تعمرين، ويقول روح الفاجر والكافر: اخرجي أيتها الروح الخبيثة في الجسد الخبيث كنت تعمرين. وأن روح الكافر تفرق، تخاف وتأبى الخروج، فتنزع نزعا كما ينزع السفود من الصوف المبلول. السفود اللي هو الخطاطيف أو الشوك، والصوف المبلول يصعب النزع منه، يقطع، ونعوذ بالله من ذلك. أما طبيعة الروح فلا ندريها، وأما منها منسوبة إلى الله فهي نسبت إلى الله تشريفا. وقد قال سبحانه وتعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. فالإنسان دون الروح حمأ مسنون. طين منتن. وجود الروح جعله ليس كذلك، جعله في هذه الخلقة الحسنة التي هي أحسن تقويم. وإذا نزعت منه الروح عاد إلى الطين المنتن. قال القرطبي: قال أهل النظر، منهم من أهل التأويل يعني، إنما سألوه عن كيفية الروح ومسلكه في بدن الإنسان، وكيف امتزاجه بالجسم واتصال الحياة به، وهذا شيء لا يعلمه إلا الله عز وجل. وقال أبو صالح: الروح خلق كخلق بني آدم، وليسوا ببني آدم، لهم أيد وأرجل. هذا الكلام لا بد أن يكون عليه دليل، معلومات بلا دليل ولو كان قائلها من أهل العلم ليس يعني ليست تقبل، لأنه لا بد أن يستدل لها ولا يستدل بها. قال: والصحيح الإبهام لقوله: قل الروح من أمر ربي.
الإبهام في ماذا؟ لابد أن يكون شيئا معلوما يسأل عنه ثم يبهم في كيفيته أو في كيفية اتصاله بالبدن وعلاقة ذلك باستمرار الحياة. هذا أمر يعني لا معنى للقول بالإبهام، كأنه سأل عن شيء، كأن اليهود سألوا عن شيء مجهول فأجيبوا بالإبهام. لا، سألوا عن شيء معلوم لكن يسألون عن كيفيته. ولذلك أصح الأقوال أنها أرواح بني آدم، أنها الروح التي تتصل بالبدن. قال ابن كثير: وقد اختلف المفسرون في المراد بالروح هنا على أقوال، أحدها أن المراد أرواح بني آدم، وروى العوفي عن ابن عباس أن اليهود في الآية أن اليهود قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: أخبرنا عن الروح وكيف تعذب الروح التي في الجسد، وإنما الروح من الله. يعني إيه من الله؟ يعني من عند الله، هي روح علوية أصلها علوي. ذكر بقى الأقوال اللي ذكرها القرطبي واستغربها واستنكرها وقال عنها أنها يعني وبتاع 70,000 لسان و70,000 وجه، ده قال أثر غريب عجيب ونحوه في الآثار الأخرى. قال يقول: وقل الروح من أمر ربي دليل على خلق الروح، أي هو أمر عظيم وشأن كبير من أمر الله تعالى، مبهما له وتاركا تفصيله، ليعرف الإنسان على القطع عجزه عن علم حقيقة نفسه مع العلم بوجودها. كده ترجيح لأن هو إيه؟ أرواح بني آدم. وإذا كان الإنسان في معرفة نفسه هكذا كان بعجزه عن إدراك حقيقة الحق أولى، وحكمة ذلك تعجيز العقل عن إدراك معرفة مخلوق مجاور له، بل هو يعني مش مجاور له يعني جنبنا مثلا، ده هو إيه؟ هو فينا ومش عارفين ايه هو بالظبط، وفعلا بيروح ويرجع. بس النوم ده حاجة عجيبة، لغاية النهاردة بيدرسوا النوم ومش عارفين يوصلوا لحاجة قاطعة، يلاقوا حاجات كهرباء بتتغير ووظائف بتتغير. بس ايه اللي بيحصل؟ المنام لغاية النهاردة الناس مش عارفة تجزم نظريات لا تحصى في كيفية الايه؟ ايه المنام ده؟ واللي بيشوفه البني آدم تعجيز العقل عن إدراك معرفة مخلوق، نقول محايث له، دلالة على أنه عن إدراك خالقه أعجز. قل قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.